لك تأطير ديني شامل وكامل من أجل أولا التعريف بجميع المساجد المغربية، من أجل أيضا ضبط طريقة فتح مساجد في المغرب، من أجل أيضا ضبط دراسة أو تكوين الأئمة في المغرب، من أجل أيضا المجيء بفكرة جديدة منذ 2003 وهي تكوين نساء للدين وما تسمى بمرشدات. كان هناك أيضا ضبط التعليم العتيق عبر المدارس القرآنية وأيضا عبر الجامعات. تأطير تكوين العلماء الوسطاء، شكون هما العلماء الوسطاء؟ هما واحد المجموعة ديال الشباب خريجين ديال الجامعات واللي حاصلين على دبلومات عليا في الدراسات الإسلامية، واللي كيتم التكوين ديالهم بطريقة مبتكرة، طريقة جديدة في التواصل، في طريقة التعامل مع الناس، طريقة شرح الدين بطريقة مبسطة. والدور ديالهم هو انهم كيمشيو للعمل بشكل مباشر مع الفئات الهشه، يعني كيخدموا داخل المساجد، كيخدموا داخل دور الشباب، داخل المؤسسات التكوينيه، داخل المراكز النسائيه.